أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة الحديث، وبين قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه؟ هؤلاء لا يكلمهم من أجل عقوبتهم، وأما الخطاب ما منكم من أحد إلا سيكلمه، هذا للمؤمنين الذين يكرمهم ربهم عز وجل ويخاطبهم ويحاضرهم. نعم، فهؤلاء يحرمون من تكليم الله لهم عقوبة لهم. نعم.